ولهذا يخطئ الناس في تصور بعض الأمور. إذا رأوا شخصا يلبس ثيابا ثمنها قليل جدا وهو يستطيع أكثر من ذلك مثلا، ويواظب على ذلك، يصفونه بأنه زاهد. وإذا كان يلبس ويتأنق بما لا إسراف فيه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بس ما غير إسراف ولا مخيلة، يقولون هذا زاهد، مفهومه أن الآخر ليس بزاهد. هذا خطأ قبيح. هذا أفحم به ابن عباس الخوارج لما ذهب إليهم ليناظرهم، منعه علي وقال دعني أذهب إليهم، ليس بيني وبين أحد عداء ولا أؤذي أحدا لعلهم يسمعون مني. فذهب ولبس ثيابا جميلة، قالوا ما هذه الثياب وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبس وتتأنق في اللباس؟ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس كذا وكذا وكذا، كان له لباس للعيد ولباس للجمعة. فكيف تقول فلان زاهد؟ وكيف عرفت أن فلان الذي يلبس ليس بزاهد بالمظهر؟ لأنك لا تعرف العبودية. الزهد معنى قلبي، ليركب ما شاء وليبس ما شاء. ربما ذلك الشخص في قلبه من الدنيا الكثير، والآخر يكون مطمئنا إلى الله عز وجل، شاكرا الله عز وجل على أنعمه، ولا يتأثر إذا نقص شيء من ماله، وقد يوجد عند الآخر من الحرص ما ليس عند الآخر. لهذا قال ابن القيم في طريق الهجرتين ويتحدث عن معنى العبودية، قال وهذا العابد، لما ذكر أوصاف العابد وما ينبغي أن يكون عليه من العبودية، قال وهذا العابد لو كان عنده من مال الدنيا كأمثال جبال الدنيا لم يضره ذلك.